معكم خبر زين يا رسول السلام، لا تخيب ظنوني، بسألك عن السعودية، كيف أهل الرياض عادهم يذكروني؟ ما أظن الذي حبيتهم يكرهوني، لا ولا يذكروني. الله الله طبعا الله. بعتذر من كل المستمعين. الله شو هالصوت الحلو يا عيني، انا سمعت انه صوتك حلو، ويمكن كمان سمعت في لقاء كان عبر بانوراما اف ام، كنت مغنيه شيء اثناء اللقاء، بس لا عن جد والله صوتك حلو بدون اي مجامله، مش لانه زميلتنا. عن جد ما شاء الله تبارك الله، الله يعطيك العافيه. ما فكرت تصير مغنيه شي مره؟ لا ابدا، اهلي بيقطعوا راسي يعني ولحد هون بس. انت عارفه انه قبل افكر بالاذاعه كراديو كذا كنت مفكره انه اصير مغنيه. هو الكل شوفي بهاي مرحله الحلم كلنا هيك بنتشتت بالاحلام، كل واحد مو محدد ايش بده، بس بده يصير، بده الناس تعرفه، هيك هيك البدايه بتكون. صحيح. بعدين بصير عندك بتوجه يعني، بصير عندك رساله، بصير عندك رؤيه اكثر يعني، نضج اكثر تجاه نفسك. بس انه الحمد لله يعني لسه راضيه على الموضوع انه انت مذيعه بالتلفزيون، تطمحي للتمثيل؟ شوفي انا اختلف مع كلمه مذيعه، بحب كثير كلمه صحفيه، لاني انا بديت فعليا صحفيه واستمريت يعني من الميدان، بديت بالعربيه مراسله، بعدين انتقلت لغرفه الاخبار في الام بي سي محرره، والحمد لله يعني درجت على الشاشه، الناس بدات تعرفني في ذات الوقت. انا عم ببني، كنت بالناحيه الاداريه يعني كنت عم بكبر، لوصلت الحمد لله اليوم لمنتجه برامج ومعده برامج بالام بي سي، والحمد لله يعني، والقادم لعله أجمل الأيام المقبلة بإذن تعالى على الجميع. فكتير بحب هيك صحفية أكتر يعني، أكتر طيب من صحفية من تزعلي. طيب فيصل يعني متحمس كثير وعنده خبر يبغى يقوله وكذا، بس أنا هخرب عليك الخبر. في خبر عن القبض على عريس سعودي في ليلة زفافه بعد تقديم والده دعوة عليه بأنه يعني عاق وغير الاحترام. يا الله. طبعا تفصيل الخبر، استدعى احد الاباء في ليله زفاف ابنه الشرطه، مما ادى الى يعني بدل ما تصير ليله فرح صارت ليله توقيف. والسبب في ذلك لان الولد اختار الزوجه اللي اختارتها لها امه، والابو طبعا مفصل من الوالده. فهو يقول لا تختار اللي انا اختارها انا، فرفع عليه القضيه وتفركش الفرح وخرب كل شيء. يا الله. طبعا يعني هذا بس لانه ليش انت ما اخترت البنت اللي انا اخترتها لك واخترت اللي اختارتها امك لك؟ طبعا عملا احنا نؤمن كثير بالزواج عن طريق الاهل. الوالد هذا تحمس او غضب كثير على ابنه ليش انه تزوج بهذه طبعا الطريقة. المعلومية الولد قد كان من يومه صغير عند امه الين كبر وصار جاهز الزواج وقرر انه يتزوج عن طريقها. انت ايش رايك ولي؟ طب احنا عندنا على فكره لسه هذا الموضوع يعني زواج تقليدي لازم، يعني انا ترى خطبت قبل هيك تقليدي يعني، ما في هذا موضوع حب يعني، ما عندنا هذا الموضوع ابدا يعني، ما فيش انه تعرفي قبل انه اوكي يكون معرفه الاهل اكزاكتلي يعني. بس يعني هو شوفي يعني سبحان الله يعني حلو هيك الاعتدال يعني، مش الموضوع يكون علاقات وامور غلط من تحت الطاوله، كل شيء بعلم الاهل، بس برضو الاهل يعني لازم يكونوا يعني كيف اقول لك متفهمين انه مرنين بالضبط يعني، لانه يعني هلا اغلب للاسف يعني حالات الزواج تنتهي بسرعه يعني، بصار ارتفاع نسبه الطلاق. صحيح. وهذا مبني على انه الطرفين ما بيكونوا يعرفوا بعض من قبل كويس، وهذه حياه وشراكه يعني، فلازم يكون التفاهم والاحترام هو الاساس، و تتوج بمباركة الأهل طبعا هذا شيء مهم، ولا يكون في الموضوع يعني خلافات ما بين الأم والأب وتصير أو من يدفع ثمنها هم الأبناء. صح، ما يكون في تفكك أسري طبعا، طيح راس المساكين أكيد. صح. دائما سبحان الله يعني مع الأطفال والكبار أيضا زي حكاية هذا الأخ السعودي العريس. في اتصال معنا متداخلة من سعيد الغامدي. سعيد مساء الخير يا سعيد. أهلا مساء النور. هلا وسهلا سعيد، كيف حالك؟ أهلين الله يسعد مساك أخوي فيصل. هلا وسهلا، عطنا مداخلتك سيد. يا هلا والله سيد. الأخت غادة، مرحبا أخت غادة، والتحية طبعا للصحفية والمذيعة المتألقة اليوم معنا. شكرا. الله يسعدك. يمكن بس أنا عندي مداخلة بسيطة على موضوع برنامج الكيك وتأثيره على المجتمع وكذا. أنا يعني عندي فكرة بسيطة إنه ليش الوزارات أو مثلا الجهات الخدمية في الموجودة في المملكة مثلا
تستغل هالبرنامج هذا في عمل شيء توعوي للمجتمع بين الأشياء اللي احنا جالسين نشوفها وتنتشر على نطاق واسع بين الشباب والبنات. صحيح. يمكن بهالفكرة أنا ما شفت أحد قبل كذا شفت شيء مفيد تقدم للناس، ومن هنا يمكن أنتم ممكن تطرحوا أفكار أكثر نستفيد منها، أو على الأقل أنه ليش الأشخاص أو الجهات المسؤولة إلى الآن تاركة هالبرنامج أوبن لكل الناس بالرغم من كل السلبيات اللي احنا شايفينها يعني. هذا كل شيء. شاكرين لك، الله يعطيك العافية، وجهة نظر جميلة طبعا في هذا الموضوع. راح نرجع نعلق عليه بعد ما ناخذ هذا الاتصال أيضا معنا. معنا رجاء الماضي. رجاء مساء الخير يا رجاء. هلا والله، مساء الخير أخوي فيصل، كيفك؟ الله يسلمك، مسيكم بالخير جميعا، وضيفتكم على الفارس وغادة المتألقة الذهبية. يا هلا والله، تفضل رجاء. كيف حالكم؟ الله يسلم الحال يا رب، تفضل ايش تبي تعلق عليه؟ والله بس عليكم على ضيفتنا اللي نورت الرياض على الفارس. الله يسعدك، نور بأهلها. وبطمن، هي أمس كانت طالبة في التويتر أنها ما لقت دليفري للمطعم، صح؟ صح. طيب تعشت ولا لسه؟ تعشيت والله، طلبت من الأوتيل، بس يعني مع احترامي طبعا لكل الأوتيلات بالعالم كله يعني، بس تعرف الواحد هيك يعني بيحب ياكل من اهل كان جاب لي كبسه مثلا يا اختي. كبسه على بالك وما تحكي لنا؟ لا، ما انا اكلت كبسه الظهر اول يوم اكلت كبسه من هنا. اجل عشاك اليوم منسف ومقلوبه كويس. ايش جاب له؟ جاب من منسف. منسف لما زهقان المنسف، انا زهقان المنسف. لا بزلوني فيصل وضيف، وتجيكم الحين كل المناطق. الله يسعدك هذا وفيصل وضيف. الله يسلمك، شكرا لك. شكرا يا رجاء، يعطيك العافيه. عشان نحكي للناس السالفه ايش صار امبارح بالليل. انا روحت الاوتيل من الساعه 9 جالسه في الغرفه، فجعت يعني، كنت متغدي الظهر كبسه فجعت بالليل. متى جعت؟ الساعه 1 تقريبا. فدور ما فيش دليفري، فسألت في تويتر قلت لهم حدا عنده رقم مطعم يوصل؟ فطبعا ما عليك، صار كل الأرقام قائمة طويلة عريضة، وطلع ما بوصل كمان، فاستسلمت وأكلت سلطة وشوربة. ما رقمي كان عندك يا علا، كنا عملنا لك طبخة يعني ولا شيء. لا المرة غيركم سابع، غيركم سابع. تسلمي. طب نطلع فاصل ونتواصل، وفي خبر جديد يتكلم عن بريطاني يفشل 107 مرات بامتحان القيادة. هذا يروح وين؟ نسمع يروح مع التسع الرابح ويرجع لنا. نسمع.